جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: عندنا في القرية بعض النساء يذهبن إلى العمل للحطب مثلا أو لغير ذلك، ويحين وقت صلاة الظهر ولا يستطعن الصلاة لوجود الرجال، هل يؤخرن هذه الصلاة حتى يعدن إلى البيوت أم يصلين وهن على الوضع الطبيعي رغم وجود الرجال؟ جزاكم الله خيرا. إذا كنا يرجعنا إلى البيوت قبل خروج الوقت فلا بأس أن يؤخرن الصلاة إلى آخر وقتها ليتمكن من أدائها منستيرات عن الرجال. طيب. نعم. طيب.